حوار اليوم من الاو تي في. صباح الخير، ضيفي بالاستوديو لمتابعه كل المستجدات على الساحه اللبنانيه الاستاذ غسان ريفي، رئيس تحرير صحيفه سفير الشمال. صباح الخير. صباح الخير لك استاذ جورج ولكل مشاهدي الاو تي في. شكرا، مشوار طويل من طرابلس على 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 بيروت تستاهل. كنا استاذ غسان، بدي ابلش معك بدعوه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسه رئاسيه نهار الخميس المقبل عند الساعه 11 صباحا كما جرت العادة. اليوم أي معطى قد تغير قبل هذه الجلسة؟ بعتقد ما في تغييرات بأي معطيات بالجلسة. نحن لو بنعمل 100 جلسة رئاسية بنفس الاصطفافات اللي موجودة اليوم بمجلس النواب، بعتقد ما لح يتغير شيء. لابد من صدمة إيجابية تبدل شوي من مواقف الكتل النيابية الموجودة حتى تصير هيدي الدعوة. يعني اليوم رئيس مجلس النواب عم يقوم بواجباته بالدعوة أسبوعيا، ويمكن بالفترة المقبلة يدعي يمكن مرتين بالأسبوع مثل ما كان عم يقول. ولكن هل هي القصة بالدعوة أم القصة بكيفية التوافق على رئيس؟ يعني نحن اليوم شايفين بأنه حتى لو اجتمعوا فريقين ما بقى فيهم يجيبوا رئيس بسبب الانقسامات اللي صارت موجودة واللي صارت واضحة تماما بكل جلسة جديدة يلي عم تصير اليوم. بعتقد اليوم برغم كل المعارضة اللي عم تنحكى بموضوع الحوار، لابد من حوار بلبنان، لابد من توافق على رئيس. آخر الكل نحن أمام انقسامات عمودية، نحن أمام خلافات جوهرية بالموقف السياسي، بالتوجه السياسي، على شوي بالإيديولوجيا القائمة. فبالتالي لابد من حوار على مواصفات معينة وعلى مشروع معين، ويتم على أساسه الانتخاب. إذا دلينا مثل ما نحن هيك، نحن رايحين على 20 و30 و100 جلسة، وحندل تمر سنة ورا سنة من دون انتخاب رئيس جمهورية، علما بأنه مش تفصيل موضوع رئاسة الجمهورية. رئاسة الجمهورية هو العنوان الأساسي لانتظام السلطات في البلاد، واليوم رئيس الجمهورية هو المفتاح يلي بيفتح كل أبواب المؤسسات الدستورية. وكل اللي عم نشوفه اليوم وكل المشاكل اللي عم تصير وكل الأزمات اللي عم تصير وكل التجاذبات والصراعات اللي عم تصير هي ناتجة عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية. لذلك اليوم نحن أمام مسؤولية وطنية للكتل النيابية وللتيارات السياسية المعنية بأنه تنتخبوا رئيس جمهورية، لأنه ما بقى حدا قادر يتحمل لا هذا الفراغ ولا هيدي الصراعات ولا هيدي التجاذبات ولا المشاكل الناتجة والأزمات الاجتماعية اللي ناتجة عن هذا الموضوع. هنا نقطتين. أول شيء، عندما تحدثت بالحوار، هل هي المشكلة بالحوار ومن يتحاورون؟ رئيس تيار الوطن الحر عمل جولات على كثير من المرجعيات، التقى الرئيس نجيب ميقاتي، التقى سليمان فرنجي، يلتقي ويطرح أن يلتقي آخرين. مشكلة بالحوار أو بصاحب الدعوة إلى الحوار؟ لا المشكلة بالحوار ولا بمشكلة صاحب الدعوة بالحوار، المشكلة ماذا يتضمن هذا الحوار. اليوم إذا بدي إجي حاورك وأنا عندي موقف مسبق، ما بحق أتحاور أنا وياك. إذا جاي حاورك لأفرض عليك رئيس، ما بيمشي الحوار. فالدعوة لا بالحوار ولا بالداعي للحوار، المشكلة هي بما يتضمن هذا الحوار، على ماذا نتحاور. اليوم ما بيصير الحوار أخذ وعطى، والتفاوض بتاخد 50% بتعطيني 50%، بتاخد 40 بياخد 60 بعطيك 70 بياخد 30، ولكن بيكون على أمور متوافق عليها. بس الحوار بلبنان فولكلور، يعني اسمح لي، مش أول مرة بيجلسوا المعنيين على طاولة للتحاور. سابقا خاض رئيس نبيه بري تجربة طاولات الحوار بال 2005 و2006، وأظهرت أنه غير فعال. هي لقاء فولكلوري بيسلم هيدا على هيدا، كل ست هو قبلية. دائما ولكن آخر الشيء هذا التلاقي لابد أن يصنع بعض الإيجابية. يعني اليوم ما بيصير ندل قاعدين وما نحكي مع بعض، ما بيصير ندل رافعين المتاريس بوش بعض،
ما بيصير ان ده اليوم ما حدا عم يحكي مع بس التاني. يقال انه قنوات طيب، التواصل مفتوحة بين اكثر قنوات من التواصل فريق. مفتوحة ولكن الخلاف أكبر بكتير. يعني اليوم مثلا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قعد مع رئيس تيار المردة سليمان الفرنجي، هل هذا اللقاء أفضى إلى شيء إيجابي؟ بالعكس، نحن شفنا هذا اللقاء من بعده صارت كتير الأمور سلبية وصارت الأمور صعبة جدا. قعد التقى الرئيس نجيب ميقاتي مع النائب جبران باسيل بمناسبة اجتماعية، ما التقوا ما قعدوا ما كان في حوار. هل لقينا بأنه انحلت قصص مجلس الوزراء ولا لقينا بأنه المراسيم عم تتعطل شوي ورا شوي للرد على هذا الاجتماع يلي ما كان حاضر فيه التيار الوطني الحر؟ مش القصة بأنه نحن نلتقى، القصة أنه نحن نغير من المفهوم اللي نحن عم نشتغل عليه حتى نقدر نوصل لنقاط مشتركة. ما بقدر مثل ما قلت لك، ما بقدر إجي حورك أستاذ جورج وأنا أخذ موقفي ما بتخلى عنه، اخر الكل بدي اجي لعندك بدي يكون نتفه صغيره في عندي ليوني بالطروحات اللي عندي، ساعتها منتحاور. حزب الله صار متحاور مع رئيس التيار الوطني الحر اكثر من مره، هل مشيت الامور؟ ما مشيت، لانه حزب الله متمسك بسليمان الفرنجي و جبران باسيل محافظ الألقاب. صار في حوار كيف يعني بتقصد يعني على أي طريقة؟ التقى مع، يعني صار في أكثر من لقاء، في لقاء مع السيد نصر الله وفي أكثر من لقاء صار بمجلس النواب بين نواب من التيار ونواب من حزب الله، ولكن آخر الكل كمان عم نشوف بأنه الأمور رايحة عم تتأزم. فبالتالي نحن لأنه اليوم كل واحد أخذ موقفه على المستوى الشخصي بالبداية وعلى المستوى السياسي بالدرجة الثانية وعلى مستوى مصلحته بالدرجة الثالثة وجايين نتحاور، ما بتزبط هيك الحوار. وبدك راعي حيادة أيضا طبعا، ما يعني ما في يكون يعني صاحب موقف واضح أنا ما شايف ويفرض سلطته وقبضته على البلاد وأن يرعى الأمور بالتالي. أنا ماني شايف اليوم في راعي حيادي بالبلد بالتالي لا خارجي ولا داخلي. مشان هيك نحن علينا اليوم أن نرتقي بالمسؤولية الوطنية. يا أستاذ جورج، أنا وياك اليوم عم نحكي والبنزين قطع 800,000 تفويل، يعني تنكي وخمس التورة بنزين حقهم 1,000,000 ليرة. نحن اليوم عم نحكي وفي اجتماع جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس، وكل مين عم يروح يفتح على حسابه من السياسيين وعم يحاول يبيع مواقف ولا يعني ينمي هيدي المواقف شوي او يحاول يرضي شارعه بينما الناس بمحل تاني تماما. انا اليوم بدي اطلع على بيتي بالكهرباء بدي جيب علبة الحليب لابني، وبدي اذا مرضت ما موت عباب مستشفى. همومنا اليومية، همومنا اليومية المستمرة. نحن صرنا امام هموم يومية انا برأيي تتخطى كل شيء صغير قدامك. مش مختلفين عليه، بس طالما عم نحكي بالسياسة اليوم، تأرجع لصلب الموضوع، كمان كنت عم بتقلي انه الكتل يجب ان تكون اكثر مرونة، اليوم تتمترس هذه الكتل، برأي حضرتك الا تنتظر هذه الكتل ضوء اخضر بمكان معين وتراهن على اجتماعات مثل الاجتماع اللي يقال سيقام الاسبوع المقبل بين فرنسا امريكا السعودية؟ يعني للأسف نحن بنعطي وهم لنفسنا بشكل دائم، يعني منفكر بأنه نحن عاصمة الكون وبأنه الكون ما بينام قبل ما يشقر على لبنان يشوفهم متغطيين منيح مبسوطين نايمين. يا عمي ما حدا شايفنا، حاجة بقى نضحك على حالنا إسا منربط حالنا باجتماعات أمريكا وفرنسا والسعودية وقطر وإيران بس البعض بيعتبر إنه ممر إلزامي للحلول. يا سيدي ما حدا شايفنا اليوم في مشاكل بالعالم أهم بكتير، بأوروبا مشكلة الغاز ومشكلة الطاقة ومشكلة الحرب الأوكرانية الروسية أهم من كل شيء في بالدنيا. نحن اليوم بدنا نجي كان بحل على صعيد ترسيم الحدود البحرية، يعني كان في إيجابية في محل معين، في إيجابية. وأنا برأيي يعني موضوع ترسيم الحدود وما أنجز في ترسيم الحدود والإنجاز الذي تحقق في ترسيم الحدود ما عم يترجم لاحقا بأي إيجابية. يعني اليوم موضوع ترسيم الحدود يحتاج إلى رئيس جمهورية وحكومة وانتظام بالعمل السياسي حتى تجي هالشركات وتستثمر.
اليوم ما في شركة بتجي بتستثمر وبتحط مصاري بالبلد، ببلد ما في رئيس جمهورية وفي حكومة تصريف أعمال وفي 100,000 مشكلة حول تصرف هذه الحكومة أو طريقة تعاطيها مع الملفات، وفي انقسام سياسي بهذا الشكل، وفي فوضى تصل إلى الحدود التوتر الأمني في كل يوم. طيب نحن كيف عم يعني هيدي الملفات نحن بنعمل الإنجاز وبنبتره، منعمل الانجاز ومنبتره ابدا تماما، ومنجي منقول منجي منوهم حالنا بانه نحن ما بتتشكل عنا حكومه ليفوت بايدن على 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 البيت الابيض ويمسك الملفات، لانه بايدن باول جلسه له بالبيت الابيض شرب فنجان القهوه تبعه وقال ارجوني شو في بلبنان. يا عمي حاجه نكبر الوهم على حالنا، ما حدا ما حدا شايفنا، ما حدا قارينا. نحن اليوم اذا ما جينا واقع الحال في اجتماع رح يصير ويعنى بلبنان، يعني هيدا كمان نقطة مهمة جدا، اكثر من بيان بانه على اللبنانيين ان ينتخبوا رئيس جمهورية ما حدا يراهن. لا حدا بيقدر اليوم يعني حتى يا اخي لو ارادت فرنسا وامريكا اليوم انتخاب رئيس، فيهم يمونوا على التيار الوطني الحر، فيهم يمونوا على حزب الله وعلى الرئيس نبيه بري، فيهم يمونوا على إذا أرادت، فيهم يمونوا على يمكن طيب فهل على سمير جعجع. هلا كنا عم نحكي بأنه ما بيقدر فريق واحد أو حتى لو فريق ونص فريق التزموا مع بعضهم ما بيقدروا يجيبوا رئيس جمهورية. بس ما أنت بحاجة ل 86 نائب. نعم. إيه لما تحكي اليوم القوات اللبنانية على سبيل المثال عن بلان بي، خطة باء، يعني بالتالي يبدأ كأنه تفهم الأفرقاء على الساحة أنه هذا التمترس لن يودي إلى نتيجة، أنه قد يكون انقشاع بالأفق الإقليمي الدولي ينعكس على خيارات الداخلية، وبدأت تضع على الطاولة بعض الخيارات الأخرى، قوات بلان بي، التيار يحكى عن اسم ثالث سيتم وضعه قيد التداول قريبا، في حراك رئاسي، في حراك، أكيد في حراك ولازم يكون في حراك، ولكن آخر الشيء هذه حركة من دون بركة طالما ما في خطوات يعني أساسية عم تنعمل لانتخاب رئيس. بدل بحكي أنا وياك بالرئاسة من هلا لعشرة أشهر بس ما فينا نجيب رئيس، بيكون في حراك مزبوط، وأنا وياك منروح وأنت بتشوف ناس وأنا بشوف ناس وأنت بشوف تيارات وأنا بشوف كتل نيابية، ولكن آخر كلمة بيطلع من أمرنا شيء. فهيدي الحركة من دون بركة. ولكن يعني هيديك المرة كان لافت تصريح دكتور سمير جعجع بأنه إذا الفريق الآخر قدر جاب 65 صوت وكان بأكثر من جلسة عم يحافظ على هيدا الرقم، فأنا بصير بيجي بأمن النصاب حتى لو ما انتخبت يمكن رئيس الجمهورية المطروح. فبعتقد هيدا الأمر اليوم يحتاج إلى قبة باط سعودية يمكن بهذا الأمور، خصوصا اليوم بأنه نحن وجدنا كيف تعاملت السعودية مع سليمان الفرنجية بمنتدى الطائف، هذا التكريم المنقطع النظير يلي حطوه بأول صف مع الرؤساء. وبعتقد عدم رفض سليمان الفرنجية حتى الآن بشكل واضح من السعودية هو عامل إيجابي، لأنه اليوم يعني معناتها السعودية عم تدرس الخيارات بعناية كبيرة، ولهلأ ما رفضت. من أسهل ما يمكن تقول السعودية بأنه أنا ما بدي سليمان فرنجية، ما حدا بيقدر إلا لا، يعني ما في عنده أي عائق لتقول هذا الكلام، وعم تقول أكبر من هذا الكلام بكتير بعض الأحيان، ولكن مجرد عدم الرفض فهو عامل إيجابي بالنسبة لسليمان فرنجي. إذا استمر هيدا الجو الإيجابي تجاه سليمان فرنجي، وقدر سليمان فرنجي يتعاطى مع السعوديين ويقدر يأمن هيدا الغطاء، أنا بعتقد بأنه حزب الله والثنائي الشيعي وكثير من النواب السنة وحتى الحزب التقدمي الاشتراكي ممكن ينعمل مثل ما انعمل للرئيس نبيه بري ب 65 صوت، هذا الرقم الذهبي يلي سميناه بالبداية للياس أبو صعب ونبيه بري،
ممكن صوت. ممكن ينعمل 65 صوت او يمكن اكثر يوصل لل 70 صوت، لانه في كثير من بعض النواب بيقولوا لك ريك بتسويه فخلينا نمشي بهيدي التسويه. فانا برايي بتصير بنوصل ل 72 و73 وبتكون القوات اللبنانيه عم تامن هيدا الامر. ولكن اخر الكل كمان بدك تشوف مصلحه التيارات السياسيه الاخرى بان تبقى معارضه لهذا النهج. يعني ما بظن اليوم التيار الوطني الحر بيكون عنده مصلحة بأنه يركب هذا الديل بعيد عنه، ويكون يعني خصوصا بأنه اليوم حزب الله عم يحاول يكمل المفاوضات مع النائب جبران باسيل لإقناعه بالنائب برئيس تيار المرض السلماني. النائب جبران باسيل واضح سلمان فرنجي مستبعد من خيراته، وقائد الجيش ايضا يبدو انه مستبعد من خيراته. والمشكله حتى الان بانه سليمان فرنجي وقائد الجيش هما المرشحين الاكثر حضورا، اذا بدنا نقول حظا، اكثر هذه اللحظه اكثر حضورا في هذه اللحظه. ماذا لو تغيرت الامور؟ ماذا لو اتى اسم ثالث بتوافق معين، اسم يحكى عن اسماء مختلفه من بيير الظاهر على سبيل المثال، من نجاد ازعور، اسامي بجعبه التيار الوطني الحر يبحث عن في جلسة للتيار الوطني الحر لطرح بعض الأسماء. أنا بعتقد أنه ما يقدروا يوصلوا لاسم. في عنده أكثر من عائق النائب جبران باسيل اليوم بهذا الاجتماع. أستاذ جورج، إذا كنا أنا وياك إعلاميين محترفين وبيجي رئيس التحرير، أنا وياك مدراء تحرير، بيجي رئيس التحرير بيقول بدي اطرح عليكم على للاو تي في افترضنا مدير تحرير جديد، انا وياك خارج هيدا الطرح، فاكيد انا وياك ما حنرضى. وانا وياك اللي شو صرنا يعني اليوم بالتيار الوطني الحر في مرشحين، بس هيدا شو في مرشحين؟ هيدا كلام لدى السفين داخل التيار الوطني. ابدا 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 يعني هذا الكلام هي حتى رئيس التيار الوطني الحر غير مرشح. هيدا الكلام. طيب اليوم هل رئيس التيار الوطني الحر بده ياكل عنب ولا بده يقتل الناطور؟ يعني اول شغله طرح اسماء مثل زياد بارود ولا جهاد ازعور ولا غسان سلامه ولا الشيخ بيير الظاهر، طيب كيف بده يتلقفوا مثلا ابراهيم كنعان والان عون؟ يعني عم تقصد هنا من المرشحين اثنين؟ طيب ماذا لو يعني الا يدرك ابراهيم كنعان والان عون انه في داخل التيار طيب هنالك كلمه ستقال وانه طيب هن فعلا ولكن من ولكن جديد. بالنهايه اليوم انت فيك تحل فيهم مشكل. يعني اليوم لو 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 النائب جبران باسيل بيطرح احد النائبين، أنا برأيي بيعيد خلط الأوراق من أول وجديد، بيحرج كل التيارات السياسية، بيخرق ببعض التيارات السياسية، وبيقدر. واليوم أنا بعتقد لا جهاد أزعور ولا الكل اللي عديناهم يمكن تنطبق عليهم المواصفات يلي حكي عنها السيد حسن نصر الله بأنه بدنا رئيس ما يطعن المقاومة. هل يمكن أحد من التيار الوطني الحر يلي عنده تحالف وتفاهم مع حزب الله انه يطعن المقاومة؟ اكيد لا. فبالتالي ما ينطبق على النائب جبران باسيل لدى السيد حسن نصر الله ينطبق على ألان عون وينطبق على ابراهيم كنعان. بس استاذ غسان هون عم تعمل شرخ داخل مش شرخ، انا عم بعمل توصيل. اسم ندى البستاني وتروح اسماء اخرى، كل انا عم بعمل توصيل، وكلياتنا بنعرف يعني اليوم بانه هذا الكلام همسا عما يحصل. ولما حتى النائب باسيل طلب بالجلسة العاشرة بأنه ينتخب الميثاق في رد على حزب الله بأوراق صندوق الرئاسية في مجلس النواب، كان في 17 نائب موجود التزموا 9. معناتها في اليوم مثل ما بيقولوا يمكن يكون عتب، يمكن يكون زعل، يمكن يكون حرد بأنه اليوم ما بيصير يكون عندك مرشحين. إذا يعني بكل أحوال أنت اليوم شو بهم؟ بهمك يوصل رئيس من تيارك. طيب اليوم حزب الله عم يطرح سليمان فرنجية كونه من هذا المحور، وهذا المحور يضم
حزب الله والرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل والتيار الوطني الحر وكتلة نواب الأرمن وكان الحزب القومي قبل، يعني هذا المحور الكبير. المهم أن يصل أحد من هذا المحور، هذا اللي بيهمهم لحزب الله، بأنه يأتي رئيس يستطيع أن يتماشى معه، يستطيع أن يؤمن ظهره بالنسبة له. طيب اليوم في حال تم طرح أحد، إذا كان الأمر، إذا كان نائب جبران باسيل ما عنده حظوظ، بس طيب أنه هي بسهولة، يعني هي الأمور بسهولة، هل الأمور راح اسم واسمين وثلاثة من جهة التكتل وبجرب لاقي عليها؟ مش بلاقي، مش بلاقي. لما بعلن هيدا الكلام، لما بعلن هيدا الكلام وبيكون هيدا الكلام جدي، أنا بعتقد بتخرق بمكان ما وبتعيد خلط الأوراق وبترجع بتحيي العملية الرئاسية من أول وجديد. اليوم اللي عاملينه القوات اللبنانية كلياتنا بنعرف انه ميشيل معوض ولا ممكن يوصل، ويبدو العلاقة متوترة بين الطرفين وهلأ يعني طيب انه عشر جلسات نحن عم نتأرجح على حفة الأربعين صوتا. طيب وبعدين؟ طيب انه من دل هذا الامر صار عم يسيء لميشيل معوض وعم يسيء، يعني صار ميشيل معوض بيطلع بيقول غابوا ستة فأنا لازم كون معي 46، يعني محرج ميشيل معوض اليوم، هو قال سأتابع المعركة حتى النهاية. بالنهاية أين أصبحت معركة ميشيل معوض؟ موجود فات ميشيل معوض بأفق مسدود، كيف يمكن أن يترجم هذا الأمر على أرض الواقع؟ هل ينسحب؟ هل يبقى؟ بدك تشوف شو يعني شو الخيارات المطروحة. اليوم الحزب التقدمي الاشتراكي عم يرجع يدرس خياراته، يقول انه ماشي بميشيل معوض حتى يصير في اي تغيير يتعلق. طيب هل يرضى ميشيل معوض كمان ان يكون بدل عن ضائع؟ يعني ما كمان هون بدك تشوف انت والقوات اللبنانية ماشي نفس الشيء. خلص يعني ميشيل معوض دخل في نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية ونادي المرشحين الاساسيين. انا برأيي على ماذا راهن؟ انا برأيي استكمال هيدا هيدي المراوحة بكل مرة انتخاب ميشيل معوض بين 36 صوت و40 صوت ومنطلع منقول في 5 أو 6 غايبين، فهدول بيكونوا لقلنا. أنا برأيي بدأت تسيء إلى ميشيل معوض، اللي لازم إما أن يحسم خياره ويعمل جولة على كل التيارات السياسية والكتل النيابية ويطرح برنامجه وينتظر بجلسة 12 يمكن شو بده ياخد. إذا دل عم ياخد بنفس الوقت، فأنا برأيي صار الانسحاب يمكن حفظ لماء الوجه السياسي للمرشح ميشيل معوض، خصوصا بأنه مجرد أن يحكى بأن هناك من يدرس خياراته بالنسبة لميشيل معوض، سواء القوات اللبنانية أو سواء النواب الاشتراكي أو النائب أشرف ريفي وأديب عبد المسيح وما إلى ذلك، أنا بعتقد بأنه هذا الأمر صار لازم يعني يتخذ فيه قرار ولازم نروح على الخطة باء أو لازم نشكل خطة جديدة بهذا الإطار. هو شكله الجميع لديه الخطة باء يلي بدهم يبلشوا يعتمدوا عليها ويستعملوها. القصة بالخطة باء أنه يكون عندك حل. الخطة باء مش مش مش, مش انه تكون مثل الخطة الف، يعني ما بدنا ندل مثل ما هو، لا اكيد. استاذ غسان، باللي قاله امبارح سمير جعجع ايضا عن انه القنوات مفتوحة مع سليمان فرنجية عن طريق ملح مرياشي وعن طريق توني فرنجية، واللي قاله ايضا عن انه مستعد يلتقى بجبران باسيل اذا كان في شيء جدي للحديث عنه، هذا الكلام كيف تقرأه واين تضعه؟ هل هو تغير على الساحة المسيحية بمكان معين؟ هل هو مناورة جديدة من سمير جعجع؟ هلا إذا بدنا نجي نحط المشكلة الرئاسية، الأزمة الرئاسية الأساسية هي الأزمة المسيحية، إذا بدنا نقول هي عند الشارع المسيحي. اليوم إذا توافقوا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على مرشح معين، بعتقد ما حدا بيقدر يجي يقول لهم لا. فبالتالي نحن اليوم واصلين لمحل بأنه نحن ضمن البيت الداخلي المسيحي منا عم نقدر نتفق على رئيس معين. وطبعا اليوم الدكتور سمير جعجع خير من ناور وخير من يعني قدر عمل إحراج للتيارات الثانية، فهو ينطلق من هذا الملف.
وأنا برأيي السلة هلأ الدكتور سمير جعجع يطمح بأنه يكون هو رئيس جمهورية، مثل ما النائب جبران باسيل يطمح بأنه هو يكون رئيس جمهورية. هذا يعني حق، يعني هذا حقه طبعا موجود عند طبعا رؤساء طبعا ولكن الكتلينية. ولكن اليوم يعني يا بدك تاخذ قرار بأنه أنت ما بقى لك حظ نهائي، وتاخذ قرار لتفتش فعلا وتكون مقتنع أنك أنت رايح لترشح حدا غيرك بالنسبة لدكتور جعجع وبالنسبة للنائب باسيل، يا أما إذا بدنا ندل حاطين بالخلفية أنه أنا ممكن يكون عندي حظ، بعتقد ما بيمشي حوار ولا بيمشي لقاء ولا بيمشي تفاهم، لأنه آخر الكل بدك تحدد خياراتك. هيدي الخيارات سمير جعجع بيطرح ميشيل معوض، وبتطلع ستريدا جعجع محافظة الألقاب كل يوم بتقول سمير جعجع هو المرشح الطبيعي، ولما حزت المحزوزية مثل ما بيقولوا بمجلس النواب وقال نائب باسيل بدنا القوي بطائفته، طلعت ستريدا جعجع قالت له انتخب سمير جعجع، ما قالت له انتخب ميشيل معوض لأنه نحن بدنا إياه. فالكل حاطت حاله وحاطت قدامه أكثر من واجهة، ومعتبر حاله أنه هو عم يلعب بالوقت الضايع حتى يقدر يوصل، علما انه كل حظوظه معدومه اذا بدنا نحكي الحظوظ بين سمير جعجع وجبران باسيل تماما، ولكن بدك هن يقتنعوا بس اقل جبران باسيل مقتنع بهذا الموضوع. هسه منو مقتنع؟ انا برايي منو مقتنع، لانه لو اللي بدنا نخدع على النوايا باللي مش قاله، مش واضح باللي قاله، لانه اكثر من مره انه لن يكون او لن يرشح نفسه لرئاسه الجمهوريه، اكثر من مره بيقول ما تزال لما بيعصب بمكان ما بأي موقف سياسي بيقول فرضية عدم الترشيح يعني أو رفض يعني فرضية الترشيح ما تزال قائمة، يعني أنا بترشح. فهلأ أكيد في صعوبة بوصول اليوم، وهذا الكلام اللي قال له يا سيد حسن نصر الله، قال له المواصفات اللي أنا قلتها تنطبق على رجلين هما جبران باسيل وسليمان فرنجي، لكن انت اليوم الحظوظ تبعيتك شبه معدومة، مشان هيك خلينا نمشي سليمان الفرنجي، وهيدا اللي ما بده اياه. طيب اليوم اذا كانت حظوظ بس اسمح لي، لماذا لا يتفهم احيانا موقف الوزير جبران باسيل بموضوع سليمان الفرنجي؟ انه اخر شيء كان في 6 سنين رئاسية مضت هي عهد الرئيس عون، 6 سنين كان فيها سليمان فرنجية رأس حربة بمواجهة عهد الرئيس عون، بالهجوم على الرئيس عون، بعرقلة الرئيس عون، بخلك مين ما كان رأس حربة بس ما هذا كمان مشكلة. تاني يعني شيء ما بيعود فيك تنتخب، بس محلي طيب بس خليني أقلك ليش القوات اللبنانية ما كانوا رأس حربة؟ الشخصيات المسيحيين المسيحية المستقلة ما كانت رأس حربة؟ طيب اليوم إنه إذا كانت القوات يعني اليوم إذا رشح حدا سليمان فرنجية من تيار المردة انه بيقبلوا مثلا النائب باسيل؟ ما هي القصة انه الكل كان رأس حربة بعهد الرئيس ميشيل عون ضده، في كان مثل استقطاب لمعارضة كاملة بعهد الرئيس ميشيل عون. جيد، بس انت بتتوقع انه بس ولكن ليش بدي اسألك سؤال؟ ليش جهاد أزعور اللي هلأ طرحه بما يمثل وبمن يمثل وبمن يعني يتحالف، هل كان مع الرئيس عون؟ زياد بارود هل كان مع الرئيس عون؟ غسان سلامة هل كان مع الشيخ بيير الظاهر؟ هل كان مع الرئيس عون؟ يعني هل اللي طرحهم الرئيس اليوم النائب باسيل هن مع الرئيس عون كانوا بعهده؟ هي أو ينتمون، هي أسامي يمكن أن يتم حول توافق، أو ينتمون طيب ليش ما من يعني حدا؟ هل تعتبر سليمان فرنجية اسم وسطي؟ ليس بالاسم الوسطي سليمان اليوم فرنجية. بس سليمان فرنجية بيقدر يحكي مع كل الناس. اليوم سليمان فرنجية بأي تكتل نيابي أو تيار سياسي أو حزب لبناني من وادي خالد للنقورة بياخد موعد منه وبيستقبله وبيتعاطى معه. أدي رح يضلوا السيد حسن نصر الله متمسك بموضوع سليمان فرنجية؟ هل يذهب بالمغامرة إلى حد الأقصى كما فعل عام 2014-2016 أم أنه الظروف تفرض؟ هيدا الأمر ما فينا نحكيه بهيدي الطريقة، لانه اسا حزب الله ما اعلن، لم يعلن مباشره، بس كل ما يحط مواصفات ولا سليمان فرنجي طيب يعني ما بتنطبق على جوزيف عون اخر شيء، ما بتعرف يعني حتى الموضوع طلع اكثر من بعده مرات اعتبروا طعن المقاومه، طلع اكثر لا ابدا حزب الله بمصادر ومقربين منه. ليش ما بتسمع مؤخرا شو حكي الشيخ نعيم قاسم
وشو حكي النائب علي عمار بأنه نحن ليس لدينا أي مشكلة مع قائد الجيش. بس سيد إبراهيم السيد برر بكركي وقال أنه ليس لدينا مشكلة شخصية ولا فق مفتوحة بس الموضوع تماما. والخطاب الشهير يلي حدد فيه المواصفات السيد نصر الله تحدث عن الإغراءات الأمريكية يلي عم تجي للجيش لضرب المقاومة أو لضرب الجيش بالمقاومة، وقال نحن نثني على عدم رضوخ الجيش قيادة وضباطا وافرادا للاملاءات الامريكيه. انا بعتقد لان يعني حزب الله يمكن قد يكون المرشح الاساسي والخيار الابرز والاقوى والنهائي سليمان فرنجيه، ولكن مثل ما السعوديه ما عندها فيتو على سليمان فرنجيه حتى الان، بعتقد حزب الله ما عنده فيتو على قائد الجيش حتى الان. ومتى يعني تتغير الأمور؟ متى يمكن أن نقول بدك أنه تشوف كيف مسار تغيرت الـ 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 السياسة في لبنان بتغير المواقف اللبنانية؟ ما فينا تغير المواقف اللبنانية أو تغير المسارات الإقليمية والدولية؟ ليك ما في يعني الحوار لبنان السعودي الإيراني، لبنان منه جزيرة، لبنان منه جزيرة معزولة. ولكن أنا ضد بأنه نحن المسارات الإقليمية مثل ما بيقولوا الإنسان مسير ولا مخير. هل نحن في لبنان مسيرين أو مخيرين؟ إذا مسيرين منقعد منتكتف ومنحط إيد على إيد ومننتظر المسار الإقليمي لحديت ما الله يفرج علينا، ومثل ما كنا عايشين على بركة السين سين السعودية وسوريا، اليوم بدنا نصير نعيش على بركة السين ألف اللي هي السعودية وإيران. الموضوع منه هيك. اليوم أنا برأيي اللبنانيين بيقدروا ينتخبوا رئيس جمهورية. هلأ يبدل النائب جبران باسيل افترضنا بالافتراض موقفه تجاه سليمان فرنجية، بيجي سليمان فرنجية، مين بيقدر يقول لك لا؟ مين بيقدر يمنع كمان الموقف من سليمان فرنجية؟ بيجي حدا تاني كمان نفس الحالة القصة. فالعملية منا عملية مسار إقليمي بقدر ما انه عملية وفاق توافق داخلي وتبدل بالمواقف السياسية تجاه هذا الاستحقاق تماما. انا طالما رايحين على طاولة حوار، النائب باسيل متمسك باللي بده يقدمون من اسماء ورافض قائد الجيش وسليمان فرنجية، حزب الله قاعد مقابله بده سليمان فرنجية وما عنده مشكلة بقائد الجيش، نبيه بري بده سليمان فرنجية، القوات اللبنانية بدها ميشيل معوض أو بدها سمير جعجع أو بدها ستريدا جعجع. طيب كيف بدنا نتحاور؟ شو إلا معنى القعدة على الطاولة إذا ما جينا قلنا النائب باسيل أنا ممكن يعني اتعاون بمكان ما، وحزب الله ممكن يتنازل بمكان ما، وسمير جعجع ممكن يتنازل بمكان ما. بدأ تغيير بالمواقف قبل ما نحكي لا بالمسار، بالمسار الإقليمي والدولي. ممكن أكتر شيء ممكن تحصل عليهم اليوم أنه يذكروك ببيان، غير هيك ما بقى حدا يحكي بهذا. هونك قبل ما اروح الفاصل واضف الى يا رئيس بري يقتنع انه زمن ترويكا خلص كمان، يعني ما فينا نرجع على زمن ترويكا معين. ليش بدك تعتبر انه سليمان فرنجية مع الرئيس بري بشكل ترويكا؟ لانه العلاقه الوطيده لا يستطيع. طيب ما نحن شفنا كيف العلاقة المتوترة ما بين أي رئيس جمهورية ورئيس مجلس النواب تفضي إلى تعطيل. اسمح لي في تكون علاقة جيدة بس مش علاقة تبعية. مش ضروري بعلاقة تبعية، لكن لما بتحكي برئيس جمهورية، رئيس جمهورية لما بيكون مرشح شيء ولما بيكون بتياره السياسي شيء ولما بيعمل تحالفاته السياسية شيء ولما بينتخب وبيفوت على قصر بعبدة بيصير شيء. ما فيك اليوم تحكي برئيس جمهورية تابع، هذا الأمر بيسيء. بس فينا نحكي برئيس جمهورية ضعيف، بيسيء لموقع رئيس جمهورية. رئيس جمهورية ضعيف، وفينا نحكي على رئيس جمهورية. أنا برأيي رئيس الجمهورية قوي بالناس يلي بدها تجيبه، يعني آخر الكل لما بينحكى يعني في بدعة القوي في أو الذي يمثل شعبيا. طيب بدي أسأل سؤال، هذا اليوم رئيس الجمهورية اللي بيجي بمئة صوت نيابي أو 80 صوت نيابي، طيب هات 80 صوت ما بيمثلوا شعبيا؟ ما صار يمثل شعبيا أكتر بكتير من التيارات السياسية التانية؟ ما لشو اسمه مجلس النواب؟ لشو مجلس النواب اللي بيمثل 5 مليون بتطلعات 5 مليون لبناني؟
طيب هيدا اليوم رئيس الجمهورية، افترضنا جورج ترشح على رئاسة الجمهورية، وانت اعلامي يا اخي ما عندك تمثيل شعبي، ومجلس النواب اختارك بمئة صوت، هل انت بتكون غير ممثل شعبيا، ولا في مئة صوت يمثل 4 مليون يمكن لبناني انتخبوك؟ بس هو للمئة يعني صوت اللي انتخبوني آخر الكل اللبنانيين يا أستاذ، آخر شيء صار في انتخابات وهيدي الانتخابات. حتى القواعد الشعبية عندما تم التفاهم بين التيار والقوات بقي الخلاف، وعندما صارت أنا معك بين تيار والمستقبل أنا معك الخلاف. أنا معك، ولكن آخر الكل موضوع التمثيل الشعبي أنا برأيي يترجم في مجلس النواب. ما بيجي الواحد على مجلس النواب عنده تمثيل شعبي وبيجي بينتخب، من ينتخب هو بينتخب من مجلس النواب، وبالتالي بيصير عنده التمثيل الشعبي وبيصير يمثل اللبنانيين لأنه ممثلي اللبنانيين هن اللي انتخبوا. رح نروح على فاصل، من بعد الفاصل بدي افتح الملف الحكومي برمته مع حضرتك استاذ غسان طلع على المشاكل صحيفة سفير الشمال، فاصل ونعود. عودة إلى حوار اليوم مع الأستاذ غسان ريفي. أستاذ غسان، هل لديك معلومات إن كان جديا كان في طرح من الرئيس نجيب ميقاتي أنه اليوم يدعي لجلسة وتنعقد نهار الخميس، وأطاح حزب الله بهذا الطرح؟ لا، بعتقد الأمر منه هيك بتاتا، الأمور ما زالت قيد الدرس. يعني ما كان في وقت تحدد، ما كان في موعد تحدد لجلسة؟ لا لا لا، لا تحدد وقت لجلسة، ولا حزب الله رفض، ولا الأمور مش رفض، قال له تريس ولا في تريس علينا طول بالك. يعني الرئيس ميقاتي امبارح رجع من السفر، بعتقد من امبارح بلش يدرس هيدي الخيارات، لأنه نحن دائما بوسائل الإعلام بيخلوا الواحد يدرس الأمور قبل ما تبلش وقبل ما ينطرح أي أزمة. يعني ما صار في مروحة اتصالات حول هذا الموضوع بعد. بالنهاية في قاعدة معينة ونهائية ماشي عليها الرئيس نجيب ميقاتي بهذا الملف، عندما تدعو الضرورة والحاجة نتشاور في إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء. نتشاور في إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء، يعني مش منفرض عقد جلسة لمجلس. ما في فرض، هو بيقدر يفرض لوحده. طيب اليوم هلأ افترضنا أي مكون سياسي بيقدر، هو بده خطة من حزب الله ونبيه بالرئيس، ما ضروري، المهم يكون عنده النصاب التلتين مؤمن. ما هذا هو. طيب افترضنا أجى التيار الوطني الحر، موقف التيار واضح، يعني حاسس يعني افترضنا المطور. عم احكي احنا افتراض، انا عم بحكي عن قاعدة، ما بده غطى حدا. الرئيس ميقاتي بده هيدا المجلس يكون او الاجتماع الحكومي يكون ميثاقي وشرعي ودستوري. فتحت لي على ثلاثة هلا. لما بينعمل ب 16 وزير بعتقد هيدا الامر بيكون مؤمن. فبالتالي في قاعدة مثل ما قلت، عندما تدعو الضرورة والحاجة نتشاور في إمكانية عقد لجلسة مجلس الوزراء، إذا كان في نصاب مؤمن فتعقد الجلسة، وإذا هناك رفض فليتحمل كل تيار وكل حزب سياسي مسؤوليته تجاه مطالب الناس. بسمح لي هلا هنا عم تكب ليها بمطالب الناس، في وسائل اخرى ممكن اعتمادها بهذا الموضوع، يعني تمام السلامة اعتمد المراسيم، اعتمد امضى 24 وزير، رغم انه كانت حكومته تجتمع وكانت شرعية. اليوم الرئيس ما كل لك اعتمد توقيع الوزراء جميعا. كيف الوزراء جميعا؟ تقطع المراسيم على جميع الوزراء، المراسيم الجوالة طبعا مخالف للدستور. انت بتعرف العقد جلسة بهذا الشكل مش مخالف للميثاق؟ ليش مخالف للميثاق؟ عدم حضور طرف وازن مسيحي كبير واعتراض في تلتين، اعتراض مسيحي ليس فقط من التيار، بكركي اعترضت على هذه الجلسة. مع البكركي كان موقفها، يعني البكركي دعمت ثم اعترضت ثم وافقت ثم اعترضت. يعني كمان بدك يعني تشوف، بدك تشوف بكركي قديش سيدنا البطراك عم يتأثر بالكلام كمان يلي عم يسمعه، لانه كان في تناقض بي 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 بالتعاطي مع الاجتماع. اخر دعوه للبطريرك الراعي كانت بالتريث دوما بالتريث، واخذ بعين الاعتبار. بس بدي اسالك على شغله، لا يوجد بالدستور، إذا بدنا نحكي دستوريا، لا يوجد بالدستور شيء اسمه المراسيم الجوالي. وإذا بتسمح لي بضيقتين إلا كيف صارت المراسيم الجوالي.
عام 1986 كان الصراع على أوجه بين الرئيس الشهيد رشيد كرامي والرئيس أمين جميل. الرئيس رشيد كرامي الله يرحمه اعتكف ببيت شقيقه المهندس الراحل الله يرحمه معن كرامي. فبيجي لعنده الشهيد رنيه معوض، رئيس الشهيد رنيه معوض، وليك كيف عم نحكي كلهم شهداء وكلهم راحلين. فبيقول له وصلنا لمرحلة ما بقى فينا ندفع معاشات للموظفين، الدولة ما بيصير تدلها واقفة هيك نتيجة هذا الصراع. بيقول له أنا ما بحكي مع أمين جميل، وأمين جميل ما بده يستلم مني شيء. قال له خلينا أعمل مرسوم، ومنعمل هذا المرسوم الجوال ومنخليه يبرم على الوزراء ومنخده عند فخامة الرئيس وبيتوقع. رضي معه وعمل هيدي القصة. بعد استشهاد الرئيس رشيد كرامي واجت وقت حرب الإلغاء وحرب التحرير وما إلى ذلك، واستلم الرئيس سليم الحص وكان في حكومتين بالبلد، الرئيس سليم الحص نتيجة عدم إمكانية انعقاد مجلس الوزراء ويعني قدرة الوزراء أنه يوصلوا على الاجتماع، اعتمد هيدا الأمر استثنائيا. ولكن بعد ما صار اتفاق الطائف وعاد السلم إلى لبنان وبدأت الحكومات منذ العام 1990 لم يشهد هناك أي مرسوم جوال بهذا الموضوع. ليش بدنا نرجع اليوم على ما اعتمدناه في الحرب وكأنه الأمور منه دستوري؟ إذا في وضع بالبلاد شاذ منه دستوري، في ما وضع ما أنت عم تحافظ على الميثاق والدستور كمان غير دستورية. إذا كيف منا دستوري؟ كيف منا دستورية اليوم؟ مجلس نواب سابق عاطي حكومة موجودة من يا سيدي من انتخب الرئيس ميشيل عون مجلس نواب ممدد له يا أستاذ غسان، ممدد له بس في شيء في وثيقة منه شرعي، ما بيمدد مجلس النواب له. ما فينا نفوت بكذا في كذا طب لكن اذا ما اعتبرها حالة كلها بتشبه بعضها. ما فينا نجي نقول هيدا الدستور دستور، مثل ما بيقول ما بيتاخد الدستور باقسام او بياخد جزء وبترك كل. اليوم الدستور بيقول عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية تناط صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء، ما قال لا حكومة تصريف أعمال والمشرع. لا كان مفكر في هذيك الوقت أنه في تصريف أعمال ولا في تصريف أعمال. فهيدي هي اليوم القصص، بدنا نشتغل دستوريا. هل المرسوم الجوال دستوري؟ هو غير دستوري، خلص حطيناه على جنب. هلا بدك تلاقي رئيس نجيب ميقاتي ما بيعمل إلا بمنطلق دستوري، يعني ماشي على الدستور، حاطط مسطرة وقلم وعم بيشحط وين الدستور. أعطيني شغلة هلا انعملت من وقت ما خلص فخامة الرئيس ميشيل عون، انعملت غير دستورية. الجلسة ها يلي ليش من الدستورية؟ امضاء الرئيس نجيب ميقاتي او سمح الرئيس نجيب ميقاتي بفتح اعتمادات استثنائية للكهرباء، عملنا مناقصة عملها الوزير وليد فياض، واذ لا صار بدنا موافقة من وزارة المال ومن مصرف لبنان. يعني في محل خلاف في الرئيس ميقاتي طبيعي الدستور. لا لانه في دايما وزير المال لازم يكون توقيعه حاضر. عارف الرئيس ميقاتي يا استاذ غسان؟ لا طبيعي. طب وقت عمل وقت سمح واذن ومضي ب 23 كانوا الاول، ما كان عارف هذا الموضوع؟ الزامي في وزير المال توقيعه ملزم. طيب ما هو الرئيس نجيب ميقاتي يعلم هذا الامر، اذا لماذا يمكن بهداك الوقت كان في اتصالات ورجع حدا غير معاد وقع. يا رئيس بدك تشوف وزير المال شو عنده مشكلة. ولكن اليوم شو بيمنع انه ينعمل جلسه لمجلس الوزراء وينعمل شو اسمه بعدين؟ هيدي الاعتمادات ما بظن هي الاعتمادات ذاتها تبعيت البواخر. هيدي البواخر اجت من دون اعتماد الاعتماد المستنديه اللي لازم يكون متوفر، مش بمناقصه طلبها وافق عليها رئيس نجيب ميقاتي ابدا. ما هيدي هي لا رجع انسحب هيدا الملف طبعا. كيف يا استاذ غسان وزير بيشتغل من راسه بموضوع يا استاذ يا استاذ جورج؟ ما في وثيقه طويله عريضه نشرت بالاعلام. كيف في امكانيه بانه ينجاب بواخر محملة بالفيول من دون ما يكون لها اعتمادات؟ طيب ما نحن اليوم تسأل موافقة بالأساس؟ ما في موافقة بالأساس. شو في الورقة شو هي؟ الورقة اللي موجودة شو هي؟ أي يعني اليوم الورقة اللي نشرتها الوزيرة ندى البستاني عن توقيع 23 هيدي قديمة، هيدي قديمة ما خاصة اليوم. هيدي من مر علي الزمن أستاذ غسان، والله مر علي الزمن.
طيب رحمت طيب مع انا حقلك يعني هلا اليوم وليد اليوم فياض المشكله عند وليد فياض هو اللي اعتمد مش المشكله عند وليد عرس فياض. طيب نحن اليوم قال له الرئيس مئاتي انا بوقع لك خلينا نصدر مرسوم باعتمادات ماليه لتفريغ هذه البواخر ولتامين المال. طيب خلينا نعقد جلسه مجلس وزراء، ما بنعقد جلسه مجلس وزراء. طيب ما اليوم في اليوم اهم من الكهرباء بالنسبه للبنانيين. طيب في شيء ضرورة أهم؟ أنا شو فارقة معي مين بيربح مين بيخسر آخر الكل كمواطن؟ أنا بدي كهرباء. طيب إذا كان ما في مجال لإصدار المرسوم دستوريا إلا بمجلس الوزراء، طيب ليه ما بنعقد جلسة مجلس وزراء ولو كان علي هذا البند الوحيد؟ حزب الله عم بيطالب اليوم رئيس نجيب ميقاتي إنه تريس عمول ما طلع شيء عن حزب الله. هلا إذا ناطر يطلع السيد حسن نصر الله، لا عادة ليه، بس إنه في مصادر حزب الله ما عنده مصادر. حزب الله هو من يقول، حضرتك بتعرف لما تتصل مسؤول من حزب الله ويعطيك رأي حزب الله هو يقول بأنه ليس لدي مصادر. اليوم حزب الله عنده الجرأة وعنده الشجاعة وعنده كامل المسؤولية بأنه يطلع يحكي، بس حزب الله ويقول. يبدو لا يريد أن يدخل بمشكل جديد مع التيار الوطني الحر، فلنتحمل. يطلب من الرئيس نجيب ميقاتي التريث بهذا الموضوع أو اعتماد أساليب أخرى كالأساليب اللي كانت معتمدة سابقا. طيب أنا برأيي الرئيس ميقاتي حتى الآن ما في عنده أي حل سوى انعقاد جلسة مجلس الوزراء، لأنه آخر الكل ما بده يجي يتحمل مسؤولية أي خرق ممكن يصير، وخصوصا اليوم بأنه نحن شايفين الهجمة اللي موجودة على الرئيس ميقاتي من أكثر من مكان ومن أكثر من وسيلة إعلامية. في كتير في هجوم كتير كبير، ما في وسائل إعلامية وهيدا لا مين تعطيني في بعض الوسائل تعطيني الموجود. بالعكس مثل ما في وسائل بتهجمه طبعا شوف. أنا ما عم بحكي، ولكن اليوم الهجمة قائمة على الرئيس ميقاتي نتيجة وضعه ونتيجة ما يقوم به. اليوم الرئيس ميقاتي عم يحاول يبعد عنه أي شبهة، فبالتالي في عنده الدستور وعنده القانون يلي عم يشتغل عليهم. أكثر من هيك ما بده يعمل، وما بده يستفز حدا، ولا بده يفوت بكيديات سياسية، ولا بده يفوت بمحاور سياسية. الرجل لا عنده تيار سياسي ولا عنده طموحات رئاسية ولا عنده شيء، لأنه عم ياخد يمكن هلا هذا حقه مثل أي حدا. وآخر الشيء أنت بتعرف آخر الشيء الأمور بتمشي بتسويات معينة مع رئيس الجمهورية الجديد، وما حدا بيعرف مين ممكن يختار، وما حدا بيعرف اليوم شو ممكن يصير. ولكن هيدي الحقبة بدها تنتهي، والرئيس ميقاتي يطمح بأن تنتهي هذه الحقبة وما يكون في ولا شائبة فيها، لا دستورية ولا قانونية. هل هذا الأمر غلط؟ رئيس ميقاتي ما كان عارف بنهاية عهد الرئيس عون أنه رح نوصل لهذا المكان؟ ما كان عارف أنه الأجل به أن يقوم بتشكيل حكومة ميثاقية بتسهل أمور؟ ليش بدك تحطها على الرئيس ميقاتي ما بتحطها على التيارات السياسية؟ لأنه في البعض الأخرى بيعتبر يعني النائب المستفيد الوحيد من هذه الحالة أنه نحن اليوم بدنا ندل نعيش بالنكد السياسي. لا بس عم لك في البعض بيعتبر طيب الرئيس طيب نجيب ميقاتي المستفيد طيب الوحيد من هذه الحاله القائمه. كيف المستفيد الوحيد؟ انه كثير مبسوط، انه كثير مبسوط اليوم، كثير مبسوط اليوم الرئيس ميقاتي انه محطوط بهذا الموقف. كثير مبسوط اليوم بانه الرئيس ميقاتي اذا انقطعت الكهرباء الناس بتسبوه، واذا انقطع الطريق الناس بتسبوه. لا هي مش عم بسبه طيب الرئيس ميقاتي، عم بسبه وليد فياض. لا ليش حتى ما هيدي الحكومه اخر الكل، يعني الرئيس ميقاتي ما كثير مبسوط. الرئيس ميقاتي عم يشتغل اوفر تايم هلا، مثل اللي عم يشتغل اوفر تايم. الحمد لله. طيب وايش يعني بيته؟ يعني وايش بيته؟ طيب ما اخر الكل. طيب وايش بيته؟ يا سيدي طيب خليني اشتغل، خليني اشتغل. لما انا بكون يعني اليوم مطلوب منه كل شيء ببلد منهار، بحكومه لازم يكون عندها كامل الصلاحيات لتقدر تشتغل، او يمكن صلاحيات استثنائيه لتقدر تقوم بالمهام المطلوبه منها، واخر الكل كل ما بيطرح طرح هيدا بيرفض، وهيدا بيتريس، وهيدا ما بده، وهيدا بيعطل، وهيدا بيمنع، وهيدا ما بده. في البعض طيب بيعتبر انه المواضيع الاجتماعيه هي شماعه الرئيس نجيب. لا شماعه، يعني موضوع طيب هل عم نخترع؟ يعني موضوع المستشفيات اللي كان موجود منا ازمه مستجده، ازمه كانت موجوده من عهد طيب الرئيس عون طيب ومستمره، وكان في طيب تصير الامور طيب اجل عندك جلسة. اجل عندك موضوع الكهرباء يا استاذ غسان منه موضوع طيب جديد. انا حقلك على شيء من زمان، ليش النكد السياسي اللي عطلته؟ ليش الازمات من هلا؟ الازمات من 92. طيب بالتالي اللي كان بده يشتغل جديا من 30 سنه، بس هل اجى لعندك
رئيس نائب المستشفيات وقال لك نحن من بكرة ما بقى نستقبل ولا مستشفى تستقبل أمراض غسيل كلى؟ طيب شو بيعمل؟ مشان بكرة إذا مات مريض غسيل كلى لا سمح الله على باب مستشفى يطلع يقولوا وينك يا رئيس مئاتي مثلا؟ طيب ليش ما عم والكهرباء خطة الكهرباء والكهرباء والكهرباء وهذا النكد السياسي والكهرباء هذا ملف بده ثلاث حلقات يعني في البعض ما بدي فوت وعد بعشر ليش ساعات ليش اجت الكهرباء وعد بعشر ساعات هلا بده يقعد بعشر ساعات ليش ما بنحكي عن الكهرباء يلي صار 17 سنة بإيد تيار سياسي وما اجت وهيدي كلمة ما خلونا وخلونا نرجع على النكد السياسي نرجع على النكد السياسي طيب أنا بدي أسأل سؤال طيب هل كان يعلم هل ما كان التيار الوطني الحر ولا النائب جبران باسيل وسائر التيارات الثانية بتعرف بأنه حيصير هيك بعد عهد الرئيس ميشيل عون طيب ما كان في إمكانية لتوافق معين مع الرئيس مئاتي أو لجلسات تعقد لتنظيم العمل والتوافق على كيفية تنظيم العمل كان جد رئيس مقاطي عندما اجتمع في عدد من المعنيين يا سيدي الموضوع. ليش طيب ما اجا عمل جلسة مجلس الوزراء الوزراء اللي قاطعوا ورجع عمل لهم جلسة تشاورية بعدين ورجع عم يلتقى فيهم كلياتهم من يومين كان عنده وزير الدفاع وكان عم يتعاطى معه بكل إيجابية طيب ليش ما بدنا نجي نسير أمور البلد يا عمي حدا يجيب حدا يقول بأنه الرئيس مئاتي أو يأخذ عليه ممسك تاني بأنه ما بده يسير أمور البلد بس هو اليوم محطوط بالواجهة بده يمشي أمور الناس أمور الناس ما بقى تتأجل لا بالمستشفى ولا بالبنزين ولا بالكهرباء ولا بأي شيء طيب بدل ما نجي نحط العصي بالدواليب ونقول نحكي بالميثاقية وبالدستور وبال يا عمي بعام القحط الخليفة عمر بن الخطاب أوقف الحد بقطع يد السارق إذا 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 جاز التعبير مثل ما كانت اليوم نحن بحالة طوارئ خلينا نقعد نشتغل خلينا نحل مشاكل الناس الناس حتاكل بعضها على شوي إسا منحكي بهيدا عم هيدي الميثاقية شو فرقة معه المواطن إذا اجتمعت الحكومة ولا ما اجتمعت شو فرقة معه المواطن إذا التيار الوطني الحر كان عملنا هالمرجلات يا أستاذ غسان لما كان في حكومة شرعية بدي انتقل أنا بعد عندي دقيقتين يلا بدي انتقل فيهم على ملف القضائي كمان لأنه في وفد قضائي أوروبي كان من المفترض أنه يبدأ عمله هالأسبوع تأجلت وصلوا بوصل وفد الألماني والوفد الفرنسي سيلحقوا والسويسري ومن ثم المدعي العام على ما أظن نهار التاني شوف هلأ في رأيين و الرأيين بيقول الرأي الأول بيقول بأنه لبنان موقع معاهدة بالعام 2008 تتعلق بالفساد تتعلق بمكافحة الفساد وبضرورة أن يستجيب لطلبات القضاء الأوروبي بهذا المجال ولكن تحت سقف القانون وتحت إشراف القضاء اللبناني وفي رأي تاني بيقول بأنه كل ما يجري قضائيا على الساحة اللبنانية هو من اختصاص القضاء اللبناني فقط وإذا كان هناك أي طلب قضائي أوروبي أو أجنبي يتم باستنابة قضائية للقضاء اللبناني والقضاء اللبناني هو الذي ينفذه نحن أمام وهذا الرأي بيعتبر بأنه وصول القضاة الأوروبيين إلى لبنان ومباشرة بالتحقيق هو بداية وصاية على القضاء اللبناني وينتهك السيادة حضرتك من أي رأي؟ أنا برأيي أنا مع الرأي الثاني يلي بيقول أنه ينتهك السياسة تماما لأنه اليوم أنت عم تفتح الباب أمام يعني أمام مجهول طيب بكرة إذا افترضنا خلص القضاء الأوروبي بهذا الملف وقال لك أنا بدي افتح ملف مرفق بيروت أو بدي افتح ملف الجندر الإيرلندي اللي قتل أو بدي أفتح ملف فلان أو بس كذا بس هي مهمته واضحة لأنه في ملفات مرفوعة بحق رياض سلامي ورجا سلامي بهذه الدول الأوروبية ما اختلفنا هي شكاوى مش دعاوى شكاوى يعني اليوم وكل ما يطلب الاستماع بعدين بعدين نحن بدنا نشوف نحن بدنا نشوف بأنه هل هذا الوفد الأوروبي اليوم جاي ليستطلع أو يستمع أو يستجوب تختلف المهمة تختلف بالتالي. المهمة إذا كان جاي يستطلع ويستمع بعتقد الأمر طالما المدعي عام التمييز غسان عويدات عطاه الإذن وتحت إشراف القضاء اللبناني بعتقد ما فيه شيء بس إذا جاي يستجوب ويأخذ أحكام
هذا الأمر بعتقد يمكن صعب بالنسبة للواقع اللبناني والحساسيات اللبنانية. بس مدعي عام التمييز أو ربما سلامي قال إنه لن يتم الاستماع إلى رياض كمان سلامي. كمان هيدا نقطة تطرح علامة استفهام كمان لكن لشو جاي يعني طلع هلا إنه كلياتهم عليهم شكاوى على علاقة برياض سلامي، كله له علاقة برياض سلامي. بدك تشوف ليك الساهة المهمة مبهمة قبل ما يجوا ويبلشوا شغلهم ونشوف مع مين بدهم يحكوا وشو الطريقة ووين بدهم يستجوبون أو وين بدهم يستمعوا لهم، هل حيستمعوا لهم بمكاتب المدعي العام أم يمكن يستمعوا لهم بالسفارة أو يمكن يستمعوا لهم بأي مكان، حسب الشكل وحسب المضمون بدك تتعاطى مع هيدا الملف سواء كان له علاقة بالسيادة اللبنانية أو له علاقة بهيبة القضاء أو له علاقة بفرض وصاية على القضاء. ولكن بعتقد بالنهاية يمكن هذه الزيارة تؤدي إلى معطيات جديدة بالنسبة للقضاء اللبناني هو يتحرك عليها فيما بعد، ويمكن يكون هذه الزيارة هي لزوم ما لا يلزم، يستمعوا وما يقدروا يعملوا شيء، خصوصا مثل ما قالوا أكثر من خبراء بالقضاء بأنه ما بيقدروا يعملوا أحكام وما بيقدروا يطلعوا مثلا ولا قرار ظني بهذا الإطار، فبالتالي بيجوا بيروحوا مثل ما هي ومن دال على ما نحن عليه. واضح. بعد عندي سؤال أخير، أنا وقت أخلص بس اسمحوا لي بعد بسؤال أخير يتعلق بالموقف الأمريكي زياد أبو العوف على ما أظن بقضية انفجار مرفأ بيروت، ويلي يقال أنه السفيرة الأمريكية تحدثت مع المعنيين بتحرك أوسع بحال لم يتم الإفراج عنه أو النظر في وضعه. ماذا يعني هذا ملف الأمر؟ ملف مرفأ بيروت ملف شائك، بس يبدو بلش ضغوطات خارجية بهذا يعني الملف. بالعكس، ما هو يعني أنا معك بهذا، عفوا معك بهذا الإطار، من وقتها في ضغوطات خارجية، من وقت ما أجا الرئيس ماكرون من تاني بس تدخل في أمريكي مباشر طبيعي. أنا بعتقد مش أول شغلة بيتدخلوا فيها الأمريكان، بس في تهديد أنه سيتم محاسبة بمكان معين، عقوبات. بدك تشوف يعني هلأ هذا التهويل دائما موجود من الأمريكي، بدك تشوف آخر الكل هيدا الملف هو مثل ما بيقولوا كل، ما فينا نجي ناخد جزء منه لا من الموقوف الأمريكي ولا الموقوفين اللي موجودين على هذا الملف. هيدا الملف يجب أن يعاد بالطريقة الدستورية والقانونية يلي لازم ينشغل فيها، غير هيك منكون نحن عم نضيع وقت زيادة وعم نشغل الرأي العام اللبناني بموقوف معين، بينما لازم تكون الأمور متجهة كلها صوب المرفأ ككل. شكرا لك استاذ غسان ريفي رئيس تحرير صحيفة سفير الشمال، يعني كان نبرة عالية بهالحلقة بس تنطرح وجهات النظر ان كان وجهة نظرك او وجهة النظر الاخرى يلي واجبة ان العب. تماما، كل التحية لك ولكل متتبعي الاو تي في ولادارتها. شكرا، نلتقي قريبا استاذ غسان. شكرا للمتابعة، مشاهدينا الى اللقاء.